مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله النهاردة نعمل وصفات نول إعجاب حضراتكم. ويعني أولهم وصفة هي وصفة محببة كل الشعب المصري، هي الحواوشي. النهاردة نعمل حواوشي، وهنعمله كده بطريقة سهلة وبسيطة، وممكن نعمله نسويه في الفرن، وممكن نعمله نسويه في جريل على البوتاجاز بطريقة سهلة ولطيفة. تعالوا كده نقول الأول مقاديرنا، ونبدأ نتكلم على الحواوشي المصري بتاعنا العادي اللي هنعمله في العيش البلدي بتاعنا، ونحكي بقى مع بعض كده واحنا شغالين. هنحكي كمان عن أصل الحواوشي أو الحواوشي، مين اللي اخترع فكرة الرغيف اللحم اللي اتحط تحشي جواه لحمة، ومنين طلعت الفكرة دي. هنعرف كل حاجة واحنا شغالين. طيب، عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، عندي بصله كبيره مفرومه، فلفل اخضر مفروم، توم باودر وبصل باودر لو حابين، بابريكا، شطه حسب الرغبه، انا هحط مكانها فلفل حار، عندي 7 بهارات ورشه ملح وفلفل، عيش بلدي ورشه من الزيت او مسحه زيت. هنسوي في الجريل النهارده مع بعض برضو، يعني الجريل هنستخدمه. طبعا يفضل اللحم ده لو حابين تضيفوا ليه شويه حته ليا مفيش مانع خالص، يعني ايه الحاجه دي ترجع لحضراتكم. مهم قوي يبقى فيه شويه من الدهون او من الطعم الدسم، اللي هي بتبقى حلوه قوي، لكن في ناس مش بتحبها، فانا هخليها اختياري على اعتبار انه اللي حابب يعني يضيفها مفيش اي مشكله خالص. اللحم لازم يكون فيه على الاقل 20% من الدهون، يعني لازم يكون فيه كده. طعمها بقى باللية دي بتبقى لطيفه جدا. انا هاخد كده كميه من اللحمه وهحط عليها شويه من البصل. البصل ده كمان بيدي طعم حلو جدا الحقيقه. هاخد كده رشه بسيطه صغننه، مش كتير، بسيطه قوي، من البقدونس. عندي الفلفل الحار او الفلفل الرومي زي ما انتم حابين، بيدي بصراحه طعم حلو جدا. عندي معلقه صغيره كده من الطماطم المبشوره بتدي طعم، كنا زمان نعملها بصل طماطم مبشوره تدي طعم. هندعم بقى بالبهارات، ممكن رشة بسيطة كده من الشطة خفيفة، عندي بابريكا، توم باودر حطينا وبصل باودر اهو، وهاخد كده ملح وفلفل. وادي الفلفل، وهبدأ اقلب تقليبة حلوة. عايزه اقول لكم من اجمل الاكلات الحلوه السريعه. كده العيش بقى لازم لما نشتريه يكون العيش البلدي ده بالظبط كده، ايه يعني 80% تسويه. ساعات كده بنقول للفرن واحنا بنشتري احنا عايزينه 80% تسويه. انا ممكن ازود على فكره واحدة طماطم كمان، واحدة بس من غير المية بتاعت الطماطم، يعني خدت بس الايه الخلاصة بتاعتها، القلب بتاع الطماطم كده. هنا تبقى بقى ايه من المحتويات كده، جميلة جدا. تعالوا بقى نشيل كده دول، وهبدأ أجهز كده الأرغفة جنبي. وهنتكلم كمان عن الحواوشي، هنحكي عنها دلوقتي زي بالظبط كده الكباب. كان له برضو قصة، أو كفتة الحاتي بمعنى أصح، كان ليها قصة برضو، وهي كانت عيلة اسم عيلة ونسبت ليها في الاخر انه هي اسمها كفته الحاتي. يعني عارفين في حاجات كده الواحد لما بيعرفها بيبقى مبسوط بيها. انت معايا ندى؟ وايه مستنيه ايه يا ندى؟ انا قلت تكوني نمتي ولا حاجه. يلا ماشي، هناخد كده طبق، هجهز بقى اوري حضراتكم شكل العيش. بسم الله، بصوا اهو العيش البلدي بتاعنا صغنن ده
هي بتبقى لطيفه جدا. وعلى فكره ساعات في ناس تحب تحطها على الشوايه لو بتشوي يعني على فحم، وتحطت كده على الشبكه بتبقى جميله وبتدي طعم يجنن. بنفتح كده حته منه ونبدا ناخد من اللحم ده. ونحشي جوه، بصوا بصوا ده، بصوا الجمال. هنحكي بقى مع حضراتكم قصه الحواوشي دي اهي. قبل سنه 71 ما كانش حاجه موجوده اسمها حواوشي ولا حد يسمع عنها اساسا، لحد ما في جزار اسمه محمد الحواوشي. الراجل ده كان بيعمل الحاجات دي وكان بيطلعها لله، يعني ابتغاء مرضات الله كده للناس الايه المحتاجه. وكان هو علية القوم اما شافوا الحاجه دي اللي بياكلوها الناس البسيطه دي، قال له انت جبت الحاجه دي منين؟ فانتشرت القصه، قال له ده في واحد فلان هو اللي بيعمل الحاجه دي بيوزعها علينا. فبدات كمان تنتشر في الطبقه الايه العليا. اول محل ظهر للحواوشي كان في محافظه الشرقيه، خدها من هنا من القاهره من عند الحاج محمد الحواوشي ده، وفتح محل بيها هناك فين؟ في الشرقيه. ابتدوا بقى تنتقل من الشرقيه لاسكندريه لطنطا لبعض المحافظات، وانتشرت في انحاء مصر. كل محافظه ليها سبحان الله اضافه من عندها، زي الاسكندرانيه. احنا النهارده هنعمل كمان تحيه لكل اهل اسكندريه من خلال الحلقه بتاعتي، هنقول لهم تحيه لحضراتكم. هنعمل برده العجينه بتاعه الايه الحواوشي الاسكندراني، انها جميله ما ينفعش نروح اسكندريه من غير ما ناكل الحواوشي الاسكندراني ده، او الفطير الشرقي بالسجق الاسكندراني. يا نهار ابيض على طعم السجق بتاعهم، حاجه كده رائعه. وهذه كانت قصه الايه الحاج محمد الحواوشي، الله يكرمه ويعمر بيته، اللي ايه عمل لنا اولا فكرتها كانت فكره جميله جدا، لانها اولا كانت حاجه يعني فيها سمو كده في الاخلاق، وان هو كان بيعمل حاجه حلوه ارضاء لله سبحانه وتعالى. وبعدين حط اللحمه جوه ارغفه من العيش عشان تبقى مشبعه، فهي فكره حلوه. عشان كده بقول لحضراتكم فكره حشو اللحمه جوه الارغفه دي مهمه جدا، زي ما احنا بنعمل الندر او بنعمل حاجه بنقول ايه هنحط العيش واللحمه والصلصه، وفي ناس ساعات بتحط فيه شويه من الرز احيانا عشان تبقى حاجه مشبعه، لكن الاساس فيها العيش. فدي كانت فكره جميله، وبنشكره ان هو كان سبب في انها تنتشر في المحافظات. وطبعا لكل محافظه اكيد لمساتها الخاصه وطبعها الخاص اللي ما بنروح بنستمتع بيه. انا كده حشيت الارغفه، عندي صاج، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبيبتي ممكن نعمل اللي انت عايزاه كله يا نودي. هاخد كده بس ايه فرشه، هستسمح حضراتكم هنا في الفرشه، هبدا كده اخد ايه بوله صغيره ممكن دي، احط فيها شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهعمل كالاتي، هلبس بس الجلافز عشان همسك الرغيف ادهنه من وشه وظهره، وهعمل واحد دلوقتي مع حضراتكم هنا على الجريل، بس بعد ما نرجع من الاستراحه هجهز الجريل ونشتغل واحد كده للي مش حابب يحطها في الفرن او مش حابب يعملها فيه. هدهن كده الصاج الاول دهنه كده. هو ده، اولا اللحمه ما يبقاش فيها سوائل خالص، ما يبقاش فيها ميه. شوفوا انا الطماطم شوفوا هي فيها ايه، ميه، لان انا بشريها طبيعي، خدت منها اللحم بس صفيته. اي حاجه جوه الحواوشي انها تبقى فيها سوائل، لان هو اصلا اللحم بيفرز شويه عصاره طبيعي عشان يستوي. فانا لو المساله دي انا مش مساعداه ان كمان يبقى هو الخليط اللي انا بضيفه له او الاضافات زي البصل والطماطم وكده مش جافه قوي او فيها سوائل، خلاص هيبقى ميه، هيبقى طري جدا. بصوا بدهنه من وشه ومن ظهره كده، في ناس بتحب تلفه في ورق زبده وتحطه في الفرن. طبعا المسحه دي بتدي طعم، لكن طبعا اللي عايز يطعم بالليه اولا هي طبعا ما تحلاش غير بالطعم اللي حضراتكم شايفينه، وان يبقى فيها حبه شطشطه شويه. يعني ايه حبه شطشطه؟ يعني يبقى فيها الفلفل الحامي تحسه كده، والتوابل بتبقى كتيره، البهارات كتيره، يعني ملح وفلفل بتتحط البهارات اللحمه او الحواوشي دي بنسبه حلوه يعني. عشان كده احنا بناكلها بره نلاقيها طعمها مختلف، فاحنا عشان في البيت ما بنعملش الكميه دي او ما بنكترش البهارات. بس انا بقول لحضراتكم هي اهم حاجه فيها البهارات اللي هي السوائل ما تبقاش كتير. هعملها معاكم دلوقتي كده على الطاسه كمان. بصوا الزيت اهو،
وتعالوا بقى ندخل دول الفرن ونعمل الاثنين دول هنا قدامنا على الطاسه. هدخل دول الفرن بسم الله 180 شغال فرن وشوايه فوق علشان اضمن انها تاخد من فوق ومن تحت في نفس التوقيت. هنبدا دلوقتي كده نجهز مع بعض هنا بقى طاسه على النار. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بدانا الشوط الثاني وهنبدا نحط هنا كده ارغفه من الحواوشي. وهبدا اهدي النار برضو، انا مش عايزه النار تبقى، بس انا عايزاها في الاول شديده. ليه؟ علشان ما تنزلش، ما تساعدش اللحمه تنزل ميتها، لان لو هديت النار اللحمه تنزل الميه بتاعتها. بدهن بس كده، دهنت الجريل الاول وبعدين بحط هنا كده في النص الاول اللحم، الرغيف اللحمه اللي احنا عملناه.